ملامح كارثية بدأت تتضح في الصراع بالسودان بين الجيش وبين قوات الدعم السريع، نظراً لعدم مركزية القتال واتساع دائرته والتهامه مناطق جديدة، ما يهدد باشتعال ولايات كانت تتوخى الحذر من وصول هذا النزاع إليها. الصراع الملتهب في السودان والذي اقترب من إكمال شهره الثالث بات يهدد جميع أنحاء البلاد بالانزلاق فيه، مع عدم نجاعة الحلول المطروحة وإصرار كل من الطرفين على إلحاق الهزيمة بالآخر. مسؤولون بالأمم المتحدة حذروا من سقوط السودان في حرب أهلية مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية، فيما أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولجر بيرتس إلى أن هذه الحرب لن تنتهي قريباً، مضيفاً أن اتفاقيات وقف إطلاق النار العديدة تعرضت للانتهاك واستخدمتها الأطراف بشكل أساسي لإعادة تموضعها. بيرتس قال في تصريحات صحفية في بروكسل إنه يشعر بالقلق من أن يتمكن الفصيلان المتحاربان من إعادة الإمداد من خارج البلاد، وأضاف أن دول المنطقة يجب أن تطلب من المقاتلين إنهاء الحرب وعدم تزويدهم بالإمدادات. ما يمكن وصفه بحالة الكر والفر المتواترة في هذه الحرب، بالإضافة إلى تبادل المواقع بشكل دوري، يدفع للتساؤل عن مدى استمراريتها والنتائج التي ستجلبها للبلاد التي ما تزال تعاني أصلاً من مستويات قياسية من الأزمات والمشاكل حتى قبل اندلاع الصراع في السودان. ومما لا شك فيه أن الحرب السودانية شكل حقيقي من أشكال الفشل الذريع للسياسة، وتزداد تكاليفها الباهظة باستمرار، إذ يعتمد كلا الطرفان على سياسة النفس الطويل تكتيكاً لإنهاك الآخر، وهذا ما لا يضع أفقاً واضحاً لأمد النزاع، ولذلك فمن العسير التكهن بمستوى الخسائر البشرية والمادية التي ستلحق باقتصاد البلاد. وبحسب المعطيات الجيوستراتيجية فإن البلاد ستظل بغض النظر عن نتائج المعارك الحالية موقعاً ملتهباً لتصفية نزاعات القوى الإقليمية والكبرى عسكرياً وسياسياً، ما سيطلق العنان لنزاع دام يستمر سنوات عديدة ويلحق ضرراً كبيراً بطموح الشعب السوداني إلى الاستقرار والنماء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين قد تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها، مؤكداً أنها تهدد بحريق كارثي داخل السودان، مشدداً على ضرورة إيقافها وبذل الجهود لإبعاد البلاد عن حافة الهاوية. يا ود الله الجيش متكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ها ها الجيش ما بتساوي يا اخوانا. والله نحن لسه ما مشطنا جوا، ما بنمشي اليدون. مبروك يا جماعه، ما مشطنا. خلينا قاعد يشوف الزحمه يا غادي يا ابو علي، يا ابو علي يا ابو علي يا ابو علي.